لانه اي مواطن ينجم يريبورت فيوليشن على باكس ولا لا؟ هذا نسالك. الفنانين يتعرضوا للعنف، مثلا في فنان مغني راب الريبورترز ان فيوليشن الدوكيومنتس واليوزرز، ردي عليش عمل بخصوص الموبايل اب اللي هو يعمل على عملية التسهيل في التسجيل أو الإبلاغ بشكل أدق للانتهاكات الواقعة على الإعلاميين أو حرية الرأي والتعبير بصفة عامة. هذه الاعتداءات إحنا زي ما نعرفنا هي تتنوع ويتم تصنيفها بشكل دوري. التصنيفات هذا الموبايل آب حابين إنه يكون واصل لكل الصحفيين في كامل ربوع ليبيا، بحيث انهم يتصلوا ويتواصلوا معنا على طول عن طريق هذا الموقع ويبلغوا بالانتهاكات. انتهاكات ايضا يحمل بسهولة جدا، مراعين انه يكون بشكل سهل وما يحملش مساحة كبيرة بالتليفونات الذكية. ايضا يعمل حتى على التواصل معنا حتى لو الانتهاك موقعش عليه هو بشكل شخصي، حتى على زميل لي او موقع حدد لي يتم التواصل بينا بشكل مضمون. بيانات والكامل المعلومات اللي حتوصلنا حتكون متفقين عليه بشكل محمية جدا جدا. هذه المعلومات لن يتم تبادلها أو مشاركتها مع أي شخص إلا داخل المركز الليبي لحرية الصحافة في أشخاص معينة فقط. نتمنى أيضا الثقافة تسود كامل الإعلاميين بصفة عامة، سواء بحقوق الإنسان أو مثلا بالفن زي مثلا كومنت بالنسبة مثلا اللي يسجلوا فيها نسبة العنف على الناشطين أو خدمت لو بروجي باكس، هو مشروع بالتعاون مع ايدو في بي ار، يعاون باش نوثقوا الاعتداءات اللي صايرة على صحفيين خاصة في ليبيا، وهو اصلا موجه للصحفيين الليبيين على خاطر كثرة الاعتداءات عليهم في الفترات الاخيرة بعد الثورات وكل شيء. الابليكاسيون هذية موجهة لهم هما بالذات باش يعبروا ويوثقوا الاعتداءات اللي صايرة عليهم. الهدف منها انه نحميهم من انهم يدخلوا المواقع متاع اشتباكات وإلا صايرة فيها مشاكل، على خاطر كيف صحفي يقول راهو فما اعتداء في البلاصة الفلانية، شيء طبيعي انه يظهر الاعتداء ذاك على الخريطة في الابليكاسيون. إذا الصحفيين الآخرين يحتميوا ما يقربوش للبلاصة هذيك، وكذلك أنه نعاونوهم باش الاعتداءات في بلاصة معينة كان تبدأ فيها برشا اعتداءات تنقص، على خاطر نجمو ناخذوا احتياطاتنا. مهم ياسر أنه نذكروا الاعتداءات وين ما تصير على الصحفيين، على خاطر شيء هذا يحميهم هما ويحمي البلاد، خاطر هما السلطة الرابعة، هما اللي يوصلوا صوت المواطن العادي. تعمل موبايل ابليكيشن ماهيش صعيب الانتساب، خاطر هي خدمتها الكود في حد ذاته نتاع الموبايل اب، ولا الهدف نتاع الموبايل اب في حد ذاته. شاركنا في برنامج وضع التطبيق اللي باش يساهم في توثيق الانتهاكات على الصحفيين الليبيين. التطبيق هذا تطبيق سهل الاستعمال، ولكن كل المسؤولية وكل الأهم شيء في التطبيق هذا هو حسن استعماله وتوثيق الانتهاكات الصحيحة بالوثائق المبررة للانتهاك، وهذا يسهل للصحفيين وللCFP كمنظمة تشتغل على حرية الصحافة وحسن استعمال الصحفيين للعمل متاعهم، يخليهم ينجموا ينقصوا من الانتهاكات ويضغطوا على المجتمع بكل أنواعه حتى يصبح الصحفي حر 100%، يعني حر في خدمته، حر في عمله، حر في تنقلاته، وهذا اللي كله في مصلحة ليبيا وإنها تكون فيها أكثر شفافية وأكثر حرية للتعبير. وهذيك الدات نتاعها وقتاش عديهم؟ انت شن بتقدمهم كإنسان؟ ولا انت بترصد الحالات احياء والانتهاكات؟ بيسجل بيخش على الابلكيشن، يعني حتى مرات يعرف اسم الحوش هو خش بيسجل فيه وبيرجع. تكون الجورناليزم بس مثلا يكونوا الارتست